لقاء شباب شبيبه القبائل امام مولوديه الجزائر. شبيبه كانت سباقه لافتتاح باب التسجيل بعد 8 دقائق فقط، في الدقيقه الثامنه الهدف الاول لشباب او لشبيبه القبائل. دائما عند طريق الشاب هذا بركان الذي وصل البروز، الهدف الوحيد لشبيبه القبائل كان في المرحله الاولى لتعدل المولودية النتيجة عن طريق ضربة جزاء بعد عرقلة سوياد للاعب الشاب دائما بوشريط، هذا اللاعب الذي كان وجه لوجه في الدقيقة 77 و تم ضربة جزاء شرعية، كانت ضربة جزاء للاعب. نعم هذه صور لزملائنا من التلفزيون العمومي، وكانت فيه ضربة جزاء سجل على إثرها الهدف، هدف التعادل. اللقاء عرف نقطة التعادل وإخراج لاعب هنا بالبطاقة الحمراء بسبب الاحتجاج. علي بن شيخ، هدف لمثله المولودية تواصل عدم الانهزام، يعني ما ليش تنهزم، وهذا شيء مهم لها لأنها منذ بداية الموسم انهزمت مرتين فقط، سلسلة لا هزيمة تتواصل رغم أنه بعض اللاعبين الاساسيين ما لعبوش مثل ايوب عبد اللهوي المعاقب، ما شفناش يوسف بالليلي، ولكن لعب بن خماسه زقرانه دخول المدافع الايسر ثاني، نعم ما لعبش المدافع الايسر الموالي، نعم فيه اراحه بعض العناصر، ولكن المولوديه كانوا بعض الكوادر، واللقاء عرف التعادل. المولوديه فازت باللقب رسميا، عندها 61 نقطه، راهي تزيد تجلب في كاين طرد نعيجي، نعم طرد نعيجي في هذه المواجهه، ما يلعبش امام شباب بالوزداد بما انه تلقى البطاقه الحمراء، لا في البطوله الاسبوع الجاي البطوله. علي بن شيخ خاف، غير قلت له قال لي لاكوب ما تخافش، ما تخافش خويا علي شامبيون لاكوب السنه الجايه يتفصل، لو كان يديروا لاكوب مش كان يديروا السنه الجايه لاكوب، ما تقولش ما تقدرش تعرف، لا ماشي السنه الجايه السنه الاخرى لاكوب، هذه فوت بيت، علاش دير لافوت هذه؟ صح على كل حال سكياد بيا هنا اليوم الماتش مولوديه جي اس كا سيك المولوديه جوي الجو ريبوزات كلكو جوار لا في جوي دوتر لعبت كيما يقول لك بلو نورمالمون دي موند، ما فوصاتش لو جو كيما داروها سارتان زيكيب، سا سي سا سي بيان، سا سي بيان سا يفوك كونتيني ا جوي، كاين دوتر اللي ما لعبوش سي دي جوار، سي دي جوار صح يلعبوا انسي دو سويت، يفوك كيسوا ريغلو. شبيبه بهذا التعادل ما تلعب حتى على شيء، على كل حال راهي 37 نقطه ضمن تقريبا نقطه تضمن البقاء. شبيبه هذه كومونس عارف لي شير لا سيزون بروشين، لا سيزون بروشين العام الجاي. نعم شباب بالوزداد امين اكساس او قبل شباب بالوزداد وفاق سطيف تعادل مع